الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي أحبائي وأحبابي. إن شاء الله هنتكلم في الحلقة الثانية من برنامجكم إن شاء الله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هنتكلم النهاردة عن عدة مواضيع، منها الزواج بنساء أهل الكتاب. طبعا شفقة الإسلام وشفقة الله ورحمة الله بالمرأة سواء كانت هذه المرأة مسلمة أو غير مسلمة، وخصوصا الكتابيات، ربنا سبحانه وتعالى أذن للمسلمين من الرجال أن يتزوجوا من النساء من أهل الكتاب، طبعا تحت ضوابط معينة، منها طبعا شيء مهم جدا جدا تربية الأولاد تربية إسلامية وصيانة البيت المسلم من الشرك. ولعلم الإسلام بفطرة المرأة، ربما هذه المرأة المسيحية أو اليهودية ربما تعود إلى فطرتها مرة أخرى اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها اللي هو الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن كل إنسان منا بيولد على الفطرة، فإما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فقد تكون هذه المرأة تعود إلى فطرتها السليمة وتعود إلى دين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام الواجب، فلا يصح أو لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن باب درء المفاسد أوجب من جلب المصالح إذا كان هناك مصلحة أو إسلامها هناك شك يعني في بالتوقف عن الزواج منهن أفضل. إذا كان في إسلامها في شك منه أو هيكون في تربية الأولاد إساءة في تربية الأولاد أو تربية البيت وما هيكونش فيه حفاظ على البيت المسلم، فالأصل أن الإنسان يترك هذا الأمر، وأولى لك فأولى يبحث عن إنسانة مسلمة. هذه المسلمة ممكن في المستقبل إن شاء الله بتحفظ عليه أولاده وتحفظ بيته. أما الزواج من الكتابية الحربية لا يجوز، والجمهور على خلاف ذلك. طبعا الإمام أحمد قال لا يجوز، صادق الرافعي قال لا تتزوجوا الأجنبيات، طبعا ده رأيه، وقال لأن الإنسان ما بيتجوز واحدة أجنبية هذا فيه بوار لأخت مسلمة، وإحنا قلنا الإسلام بيقول أولى لك في إيه فأولى. الأخلاق الأجنبية بتعتبر مختلفة تماما عن أخلاق الإنسان اللي جاي من الميدل ايست او جاي من بلادنا او حتى جاي من بلاد الهند والسند وهذه البلاد، يعني خصوصا العرب، احنا كعرب اخلاقنا مختلفة وعاداتنا مختلفة. عشان تتأقلم مع انسانة عايشة في امريكا او في كندا او في اي دولة من الدول دي، طبعا ما بقولش حرام ولا بقول ان يستحيل ان الشيء ده ممكن، والله في بعضهم بيسلم بيكون ممتاز جدا وبيكون عنده اخلاق حلوة او، فانا بقول يعني اذا ما كانش فيها خير وانت حاسس ان ما فيش فيها خير ان هي هتحافظ على بيتك وعلى اسرتك وعلى اولادك، بلاش من هذا الامر، وعليك اللي هي من طينتك. يعني اخواننا في فلسطين بيقولوا خذ من طين بلادك ولطخ خدادك، وهذا طبعا يعني شيء بتكون عارفه طباعك واكلك وشربك وكل الامور دي. وانا ما بقولش الحلال والحرام الان، انا بقول الافضل، انا بقول الافضل. طبعا التمكين للاجنبي في بيت من بيوتنا تمكين، ده شيء يعني خصوصا لما كانش بيخاف ربنا في المسلم هيكون شيء مش كويس. ده بالنسبة للزواج من نساء أهل الكتاب. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن. فلذلك إحنا مهم جدا جدا نفهم المفاهيم دي ونحاول نربي أولادنا، لأن إحنا أولادنا تربوا في المجتمع الغربي، خصوصا الإخوان اللي عايشين في الغرب، يعني صراحة يعني بعادات وتقاليد وأفكار مختلفة تماما. وإحنا بنحاول على جاهدين، وإن شاء الله بإذن الله لما هتكلم عن موضوع تربية الأولاد أنا هفصل تفصيل وهتكلم عن أشياء كثيرة بتواجه وتحديات بتواجه مجتمعنا وبتواجه أولادنا في المجتمع الغربي اللي إحنا عايشين فيه. أما الزواج من أهل الزنا، الإسلام قال إيه في المسألة دي؟ سورة النور آية رقم 3 ربنا سبحانه وتعالى بيقول
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا الإمام ابن حزم إمام أهل الظاهر، إمام ابن حزم قال طبعا هذا لا يجوز وحرام، ولا يجوز إن الإنسان الزاني يتزوج من المؤمنة أو من المشرك، لأن ده حرام على المؤمنين، هو مؤمن. فالله سبحانه وتعالى حرم زواج المسلم من المشركة والكافرة كالمجوسية والبوذية. جيش واحد مسلم يتجوز واحدة مجوسية، ده أنا للأسف الشديد بشوف في أمريكا هنا، للأسف للجهل لبعض الأخوات المسلمات، الله يهديهم يا رب. شفت كم حالة كده يعني، سبحان الله، قابلوني في حياتي وأنا في البلد دي، إن بعض المسلمات بتزوجن من المسيح أو اليهودي. يعني أنا شفت، دخلت بيت امرأة كانت من طاجكستان متجوزة واحد يهودي، وبرضه في واحدة مسلمة من مصر برضه اتجوزت واحد مسيحي عربي زيها، ويعني في شفت، وطبعا ده كلام مخالف للدين يا أختي، الله يهديكي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يا جماعة اتقوا الله سبحانه وتعالى يا أخوات، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، افهموا دي مهمة جدا. وحتى المسلم يتزوج من أهل الكتاب بشروط كما بينت، بشروط مهمة جدا، الأسرة والأولاد والبيت والإسلام وحاجات كتير. فما بالك بقى بأهل الزنا؟ ربنا قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة لو أعجبتكم. وذلك مهم أوي. طيب ليه ربنا قال كده؟ ذلك لاستحالة اجتماع عقيدتين متنافرتين. طبعا ده بيؤدي إلى نزاع ومخاطرة بعقيدة الأولاد وفساد الأولاد في المستقبل، وإحنا الكلام ده شفناه بعينينا هنا. الأم طبعا لا يجوز إن الإنسان المسلم يجبر إنسانة تكون مسلمة، مفيش حاجة لا يكرهها في الدين. فهتيجي الأم، ده الأم بقى إذا كانت متمسكة أوي بمسيحيتها أو يهوديتها، خصوصا المسيحيات، هتاخد الأولاد على الكنيسة يوم الحد لما بتروح، والزوج مش هيقدر يقلب نفسه معاها. طبعا لكم دينكم ولي دين. فلذلك احنا من البداية الإمام أحمد بيقول: لا يجوز العقد بين الرجل العفيف والموميسات حتى تستتاب. ده كلام الإمام أحمد. وكذلك المرأة الحرة لا يجوز أن تتزوج بالفاجر المسافح حتى يتوب، لأن ربنا قال: واستشهد وحرم ذلك على المؤمنين. فالزانية أو المشركة أو الزاني أو المشرك لا يجوز أن يتزوجوا أو يتزوجن بالمؤمنين. ابن كثير حرم تعاطي الزنا والترويج بالبغايا. مثلا الآن في بعض الأسر إذا قيل أن الخاطب يزني، فأقرباء المخطوبة يقول لك: يا عمي لا مانع، ما فيش شجرة إلا لما هزها الريح، ويقولوا كده. إيه يا عم، الراجل بيزني وراجل السي في بتاعه خربان، مش نافع يتجوز بنتك. يا عم ده الراجل ده مشهور بالموضوع ده، يقول لك: يا عم ما فيش شجره اللي هزها الريح، بكره هيتوب. او تيجي تقول له ان هو ما بيصليش، بيقول لك: يا اخي ما هو لسه عيل صغير، بكره هيتوب. او تقول مثلا ان هو بيشرب الخمر، بيقول لك: بكره هيكسر الكاس. او تقول له: عقيدته فاسده يا عم الحاج، مش هينفع، ده ما ينفعش لبنتك مطلقا. سبحان الله. اما اذا جالك انسان مؤمن ولكن انسان فقير او متوسط الحال، طبعا هتفكر مليون مره قبل ما تعطي بنتك، وهذا كلام يعني سبحان الله، او برفضوه. يا عم ده راجل حسن السير والاخلاق والانسان كويس، وربنا ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سبحان الله. فالفتاه المسكينه دهيت اذا تزوجت من انسان فاسد مفسد قد يفسد عليها دينها. فلذلك احنا بنعطي وصايح للاباء والامهات قبل، يا جماعه ما تبصوا على عربيته سيارته، او قبل ما تبصوا على الشغلانه بتاعته او الفلوس اللي بيعملها، لازم مهم جدا جدا نبص ان الراجل ده هو اخلاقه شكلها ايه، بيصلي بيروح المسجد ولا لا، انسان بيتقي الله هيعلم بنتك الدين ولا هيعلمها حاجه تانية. كان في فتاه تزوجت من شاب بيشرب الخمر، سافر بيها لشهر العسل للبنان، فاجبرها على الشرب، والبنت دي كانت كويسه خالص، اجبرها على الشرب، فشربت وسكرت، ثم خرجت من غرفتها لقضاء حاجة، رجعت دخلت غرفة غير الغرفة بتاعتها، طبعا سكرانة. كان بها راجل طبعا يعني تعبان برضه بيشرب خمر، فباتت عنده حتى الصباح. لازم نفهم الفهم ده يا جماعة. أبو نعيم روى في كتاب الحلية أن أبو طلحة، شوف أنا بضرب لكم مثال اهوت في زمن الصحابة عشان الأخت المسلمة تعرف إن هي قبل ما تحط إيديها في إيد واحد
او عايزه تتجوزه عشان ما يحصلش مفاسد بعد كده، ان هي تفكر وتشوف الدين بتاع الانسان ده هيكون دين كويس ولا لا، هيصونها ولا لا، هيحافظ عليها دينها ولا لا، يقوي ايمانها ولا لا، الاولاد اللي هيجوا ده هم هيتربوا في مجتمع او في اسره صالحه، اسره تعين الاولاد على طاعه ربنا ولا لا. ابو طلحه كان بيحب ام سليم وقبل ان يسلم طبعا، فقال لها اما اني لي فيك رغبه يا ام سليم. فقالت ام سليم لابو طلحه وما مثلك يردي يا ابا طلحه، المهم لكنك رجل كافر وانا مسلمه ما بيجوزي. فهي اختي اهو يجي لك واحد فاسد انسان مش كويس عقلته خربانه، لا احنا بنقول له لا يعني ما ينفعش اهو. فقال ماذا دهاك يا رمضاء؟ بيقول لها ابو طلحه. قالت وما دهاني؟ قال اين انت من الصفراء والبيضاء، يعني عايز يغريها بالذهب والفضه زي ما اخواتنا الان، العربيه والفيلا والعماره والفرح هيكون هنجيب المغني الفلاني، هيكون في الهوتيل الفلاني، وتغرى بهذه الاشياء مسكينه يصد يقفلوا عينيها والمصيبه الكبرى تاتي بعد ذلك. قالت لا اريد. ام سليم قالت لا اريد، انت رجل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قالت له هذا الكلام سبحان الله. اما تستحي يا رجل، اما تستحي ان تعبد خشبه من الارض نجرها لك حبشي؟ بتعبد صنم خشبه من الارض نجرها لك حبشي؟ ان انت اسلمت فذلك مهري، ده مهري لو انت اسلمت، لا اريد من الصدقه غيره. قالت طب قال لها اعمل ايه يا رمضاء؟ قالت اذهب الى النبي. فذهب ابو طلحه الى النبي واعلن اسلامه وتزوج ام سليم. مهمه جدا جدا يا جماعه، الحذر 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 ان الانسان يخدع بالمظاهر. يا اخوات يا بناتي يا اخوات، لا تخدعنا بالمظاهر. بنشوف راجل لابس وفلوس ودنيا وكايلمان وبتاع، ولكن هو فاضي من الداخل، فاضي. هتعيش مع الانسان ده ازاي؟ الله سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين آية رقم 4 في سورة المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قاعد مع الصحابة بقى يجلس مع الصحابة، ومر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ إيه رأيكم في الرجل اللي ماشي ده؟ قالوا يا رسول الله هذا امرؤ إن خطب أو أراد أن ينكح نكح، وإن أراد أن يشفع شفع، وإن أراد أن يتكلم يستمع إليه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله إن خطب لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع، وسبحان الله، وإذا تكلم لا يسمع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني التاني الفقير اللي ما عجبكوش ده أحسن من ملء الأرض من مثل هذا الغني اللي أعجبكم وقال لكم ده هيتجوز وبتسمعوا له وكلام من ده، والحديث في صحيح البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا الكلام ده تكرارا ومرارا، والخطاب للأباء والأمهات والأخوات، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. كم من الناس اهتموا بالمظاهر وتركوا الجوهر، كم من الناس يعني غرتهم حياة الدنيا ومظاهر الناس والملابس والعربيات والعمارات والفلوس وكذا، وفي الآخر حياة فشلة من البداية. من أداب الخطبة يا جماعة، وإحنا بنتكلم بقى هن لباس لكم، وكل دي مقدمات، ده إحنا لسه ما دخلناش في الغامق يعني. قال وجوب النظر إلى الخاطب والمخطوب. احنا في الاولد ستايل بيبول يعني، لما كانوا كمان يتجوزوا كانوا يجيبوا العريس والعروسه في ليله البتاع وما يشوفوش بعض، يمكن يجيب له واحده تانية غير اللي خطبها. هذا كلام مش في الاسلام. النبي عليه السلام ليه راي تاني، الدين ليه راي تاني. في الحديث هنا ابو هريره بيقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امراه من الانصار. الراجل جه للنبي وقال له يا رسول الله انا تزوجت امراه من الانصار. قال أنظرت إليها؟ النبي بيسأل الراجل أنظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها أحرى أن يؤدم بينكما. الكوميونيكيشن يا جماعة، والعلاقة والاتصال بالعين والنظر والكلام، ما عادش بقى اتصال بالعين والنظر الآن، ده عاد فيه كلام وتشوف المبدأ والفكر ويمكن في عقله حاجة ولا في عقلها حاجة سبحان الله. فالطباع متفقة، الأفكار متفقة، الإدوكيشن، في حاجات كتير جدا جدا بتلعب دور في مسألة النظر بقى، ده اللي الرسول أراده يعني. انظر إليها، تكلم معها، هات وخد وعط واعمل كوميونيكيشن. قال صلى الله عليه وسلم
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه ها في نكاحها فليفعل، وإن كانت لا تعلم. شوف، وإن كانت لا تعلم، خلي بالك. طبعا العلماء اتكلموا كلام كتير جدا جدا، بس أنا لازم نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى في المسألة، عند حدود الله في المسألة. إذا كان الإنسان فعلا جاد في الخطبة وإنسان عايز يتجوز فعلا، ده أما إذا كان هناك اختلاط محرم باسم المدنية الزائفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طبعا ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان، معروف الحديث، ثالثهم النظر إليها أدعى لدوام المحبة والألفة، فالتناسب بين الزوجين أقوى أسباب المحبة. أما يكون في تناسب وما يكونش في تنافر بين الزوجين، ده بيكون يقوي المحبة ويقوي أواصر الحب بين الاثنين. أما الآن بيقول لك لا، أنا هوريك صورتها وهتشوفها على الفيسبوك وهتشوفها على مش عارف على إيه، وبعتها لك عن تانجو ولا فايبر. المهم بنقعد نقول لا 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 لا، ده لازم تقعدوا مع بعض وتتكلموا مع بعض وتبصوا لبعض. وقد عمل بهذا بعض الصحابة، مثلا هنا هو محمد ابن مسلمة الأنصاري عن سهل بيقول أنه كان يطارد امرأة اسمها بثينة بنت الضحاك ببصره طردا شديدا، كان بيبص لها. فقلت: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال، أي محمد بن مسلمة الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. اختلف الفقهاء بقى النظر إليها، ودي مهمة جدا دي. طبعا منهم من قال النظر إلى الوجه والكفين، ومنهم من قال طبعا، وقالوا ده فيه تعطيل لفهم الصحابة ولا حجة فيه، نظر الوجه والكفين، ومنهم من قال النظر إلى قدميها أو رجليها. طيب، هنا خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. سيدنا علي قال له ده لسه صغيرة، فالمهم قال له: يعني أقول لك، أنا سأرسلها إليك، إذا أعجبتك اتجوزها. ده سيدنا علي قال لسيدنا عمر بن الخطاب: أبعث إليك بها، فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل إليها، فأرسل إليه بأم كلثوم. فسيدنا عمر عمل إيه؟ كشف عن ساقيها. سيدنا عمر عمل كده، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. سيدنا عمر لما كشف رجليه عشان يشوفها، ما هو قال له صغيرة أهو، ده سيدنا عمر عمل كده. قالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. والحديث رواه الحافظ في التلخيص، وسنده، أو سند الحديث سنده صحيح. سيدنا سليمان لما بنى الصرح، وقال سبحان الله، وكان من تحته ميه وازاج من فوق، فلما طبعا فلما رأته حسبته لجة، قالت ده ميه، فكشفت عن ساقيها. فلما كشفت عن ساقيها كان سيدنا سليمان طبعا قد عزم أن يتزوج منها، فلما رأت الصرح حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فشاهدهما سليمان ثم تزوج منها. قال ابن القيم في تهذيب السنن، إمام ابن القيم، في 3 روايات عن الإمام أحمد قال إن الإنسان ممكن يشوف وجهها وكفيها وينظر ما إلى ما يعني يظهر منها، زي الرقبة والإيدين وكده والساقين، وقال ينظر إليها كلها عورة أو غيرها. طبعا أنا صراحة يعني هذا فيه تحرش شوية، أنا بقول ينظر إليها كلها، ده زي الأخ اللي طلع بيقول لك يجوز للمرأة إن، عفوا، يجوز للرجل إن هو ينظر إلى خطيبته أو كده وهي بتستحم، ده كلام مردود عليه، وإن كان جاء برأي الإمام أحمد، الإمام أحمد برضه يؤخذ منه ويرد عليه. وإحنا في المجتمع اللي إحنا فيه ما بيجوزش هذا الكلام، إحنا حتى الكلام مع المرأة يكون في وجود المحارم، وهذا الكلام ما بيجوز. ممكن يبعت أخته أو يبعت أمه أو تشوف، تشم ريحتها، ريحة نفسها، تشوف شعرها، تشوف الستات مع بعض. وكذلك يجوز للولي أن ينظر، ولي المرأة أو العروس إن شاء الله اللي هي بتاع المستقبل، أن ينظر إلى دين الرجل وينظر إلى أخلاق الرجل وأحوال الرجل، لأنها بالزواج موقوفة. وإذا زوجت لفاسق والعياذ بالله أو مبتدع فقد جنى عليها وعلى نفسه. وطبعا هذا الكلام ابن القيم موجود في كتاب منهاج القاصدين اللي هو صفحة 71. من الأشياء التي تتعمل قبل الزواج اللي هو يا جماعة الفحص الطبي قبل الزواج، وده شيء مهم جدا جدا ولازم نفهمه إسلاميا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فر، يعني اجري، اهرب من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: لا يردن ممرض على مصبح. وقال: لا ضرر ولا ضرار،
النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ده؟ لا ضرر ولا ايه؟ ولا ضرار. مهم جدا نفهم المفاهيم دي عشان لما نيجي نقول فحص قبل الزواج وبتاع يقول لك ازاي وليه والناس كانت بتتجوز وخلاص. يا عم ده فيه دلوقتي فيه امراض انتشرت وفي اشياء ظهرت ما بنعرفش عنها. في امراض الدم وفي الاتش سالب والاتش موجب وفي حاجات كتير جدا جدا وبيكون فيها لها اثر سلبي جدا على الاولاد. واذا كان في الانسان يقدر يتعالج منها قبل الزواج بيكون افضل. فالحذر من العدوى وامراض الدم وغيرها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مهم جدا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ده مهم جدا. فتحري المراه المسلمه ودفع الضرر عنها ومساله العقم والجنون واشياء كثيره جدا قلت لكم امراض بتظهر سبحان الله. فمهم برضو ربما يكون الراجل ما عندوش الباءه اللي هي الاستطاعه الجنسيه. فبرضو كل انسان يتاكد يعني لان لو ما عندوش استطاعه جنسيه هيتجوزه في الاخر هيطلقه، وده حق من حقوق المراه ولابد ان الانسان يفهم. ممكن البنت تكون مجنونه، يكون عندها جذام، يكون عندها اي مرض، مرض دم، او الولد نفسه نفس الموضوع. في برضو الاداب اللي احنا لازم نتعلمها في مساله الخطبه وكده، اللي هي النهي عن المنافسه في الخطبه. احنا للاسف الشديد احنا كمسلمين بعض شفنا بعض علاقتنا مع الكوميونتي وشفنا بعض المظاهر دهيت، ان ربنا قال عز وجل ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. واحد خطب واحده وعجبت واحد تاني يروح يفسد عليه ويروح يتجوزها هو او يخطبها هو. ده ما كلام لا يخطب احدكم فوق خطبه اخيه. النبي عليه الصلاه والسلام كده ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، سوره البقره ايه 190. وربنا قال في سوره الاحزاب الايه 58 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فقد احتملوا، يا جماعه خلي بالنا من الكلام ده، يا شباب خلي بالنا، ما بيجوز ان واحد يروح يخطب على خطبه اخيه. انت شفت اخوك المسلم راح خطب انسانه، خلاص ادعي لهم بالبركه، الا اذا بقى تركها او ما حصلش خلاص اتفصلت الامور كلها، ده موضوع تاني ممكن الانسان يروح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبه اخيه اهوت الحديث اهوت حتى ينكح او يترك، يا اما يتجوز او يتركها. وذلك بقطع العلاقات لان هذا يورث العداوه والبغضاء بين الاسر وبين الناس ويسبب فساد في العقل وفساد في الدين. اما اذا كان الخاطب الاول فاسق، العلماء بيقولوا كده، يحق له ان يخطب الفتاه لينقذها من عصمه من الذين له، ده مهم قوي. طب مين اللي يقرر ده؟ اللي يقرر ده اولياء البنت مش انت. قالت فاطمه بنت قيس اذا حللت فاعلميني، فلما حلت عدتها علمت ان معاويه وابو جهم خطباها، فانكحها النبي صلى الله عليه وسلم اسامه فكرهته فقال انكحي اسامه، فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت به بعد ذلك. كيف الانسان يعرف ان 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 زواجك سعيد؟ احنا كلنا الجماعه اللي عايزين يتجوزهم او اللي اتجوزهم اوريدي وعندهم زوجه وعندهم اولاد، كيف تعرف ان زواجك سعيد؟ في علامات للامور دي كلها. اول حاجه أن تهتم بإسعاد الشخص الذي تحبه وتضحي من أجله. الإنسان يهتم إذا فعلا الإنسانة بتحب جوزها تضحي شوية من أجله، الإنسان بيحب زوجته يضحي شوية من أجلها. حل المشاكل مع المقدرة على التنازل، إحنا الآن بنشوف بعض الأزواج ما بتنزلوش. زي الديوكة كده واقفين لبعض على الغلطة. لا لازم يكون في شعرة معاوية بقى، لازم نحل المشاكل بتاعتنا ببساطة. إذا حد شد التاني يرخي كده ببساطة خالص، ما نحاولش نعقد نفسنا ونحاول نوصل الأمور بتاع البالونة الصغيرة دي نكبرها وتبقى بالونة كبيرة قوي في النهار بتنفجر والطلاق بيتم للوصول إلى التفاهم المنشود بين الاتنين. طيب هل الهدف واحد بينكم انتوا الاتنين مشترك؟ هل الهدف بينكم انتوا الاتنين الزوج والزوجة؟ طب انتوا اتجوزتوا ليه؟ لذلك احنا بنعمل حاجه اسمها ماريج كونسلنج. ماريج كونسلنج دي بنجيب الواد والبنت قبل الجواز وبنقعدهم، وانتوا عايزين تتجوزوا بعض ليه؟ هدفكم ايه في الحياه؟ طب انتوا متدينين؟ انتوا بتحبوا ربنا؟ طب انتوا مستقبلكم هيبقى ازاي؟ طب ايه النقاط الخلاف اللي بينكم؟ ايه النقاط اللي بتشتركوا فيها؟ وبتحاول الجاب او الفوه الفجوه اللي بينهم وبعض بنحاول نكملها، بنحاول ايه نقفلها عشان الزواج يبدا ببدايه صحيحه. تبادل الهدايا مع التحيات او التحيه الحاره في القدوم، زي ما الرسول كان لما يروح البيت يتسوق عشان يقابل زوجته بالقبله، القبله الحاره كمان يعني، ولما كان يمشي يودعها بقبله. فكل هذه وتبادل الهدايا كل هذه تؤدي الى دوام الحب بين الزوج وبين الزوجه. عايز برضو ادي نصيحه للاخوه اللي هم الكبار في السن قوي
اللي بيروحوا يدوروا على بنات صغيرة قوي ويروحوا يتجوزوهم. وأنا بقول هذا ليس من الدين في شيء. واحد مبسوط ومعاه شوية فلوس، عنده 60 70 سنة، يروح يجيب لي بنت عندها 18 20 سنة 25 سنة، حرام عليك يا راجل، حرام عليك، أنت بتأذي نفسك وبتأذيها. شوف ربنا قال في القرآن، فلسفة القرآن فلسفة جميلة قوي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طب أنت في حقوق لازم تديها وفي حقوق أنت هتاخدها. آية 228 سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلما أنا أكون عندي 60 سنة 70 سنة وقربت أطفي، يعني زي الفجر الكاذب، شهوة بدون فعل، وعندي بنت صغيرة عندها شهوة ولسه يعني فائرة عايزة تعيش مع جوزها وعايزة تعيش حياتها، وإحنا قلنا الحق الفراش ده للمرأة وللزوج برضه يعني، فلازم تديها حقوقها. فالكل هنا يفكر في زواج الرسول من عائشه. يا عم الشيخ انت غلطان، ايه يا عم في ايه؟ يقول لك الرسول اتجوز عائشه، وانت مين من الرسول؟ ده الرسول كان عنده قوه 40 رجل وفي روايه 100 رجل. وبعدين عائشه انت، هل الاخوات اللي موجوده زي عائشه الان؟ يا جماعه ده عائشه يعني خيرت في النبي فاختارت، وبعدين الله سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات هو الذي زوج النبي لعائشه. راها في المنام، سيدنا جبريل حملها في حريره، قال هذه زوجتك 3 مرات في الحديث. فالرسول عليه السلام يعني تزوج عائشه لاسباب منها الغايه السياسيه، ابو بكر كان من زعماء العرب ولسهوله الدخول على رسول الله داخل عند بنته للدعوه وكده. فهذه مهمه، او قوه دين عائشه وعفتها. انا انصح الرجال والنساء من وجود الفارق في السن الكبير، خصوصا الان في وقت ضعف فيه الوازع الديني. البنت البالغه تريد من زوجها كثرة الجماع، والشيخ العجوز يعني تقريبا خربان لا يستطيع يهلك ولا تغتر بشهوتك، فهي كالفجر الكاذب بتحس فيها، بس لما تيجي عند بقى الشيء الصائع يعني كده البراكتيكال ما بتقدرش تعمل حاجه. فلذلك هي ممكن يكون عندها والعياذ بالله قسوه في قلبها مع قله الوازع الديني، فتختلع او تحتلع عليه وتقتله. ويا ما قرانا قصص في اخبار الحوادث من على العشيقه كذا اللي ما عندهاش دين وتقتل جوزها وكذا وكلام، لان هو الراجل مش نافع يعني بالمره. وهناك قصص كثيره جدا جدا. ولكن اذا حصل واحد يتجوز واحده، يحاول برضه اذا كان في فرق سن كبير يحاول يذكرها بالله وبالاخره باحوال الصالحات والزاهدات، والاشياء دهيت كلها مهمه جدا يا جماعه. فلذلك كل دي حاجات نتعلمها ونفهمها ونحاول نطبقها باذن الله. يبقى المنافسة في الخطبة اتكلمنا عنها النهاردة، الحذر من الزواج بالصغيرة اتكلمنا عنها النهاردة، وجوب النظر إلى المخطوبة، انظر إليها عسى أن يؤدم بينكما، الفحص الطبي مطلوب برضو في الزواج، والحذر من المظاهر الكذابة خصوصا الأخوات مهم جدا، الحاجات دي كلها. وكذلك عدم الزواج والعياذ بالله الزواني أو إلا أن يستتابوا أو المشركين والكفار بالنسبة للمسلمين والمؤمنين مهم، والزواج بأهل الكتاب. فصلنا الكلام ده كله النهاردة، وبإذن الله عز وجل نراكم في حلقة أخرى، ويعني بعض المعلومات الأخرى بإذن الله اللي بتتعلق بالخطبة بالزواج. وكما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما وأبدا، نأسس البيت على عقيدة سليمة، على أسس سليمة وصحيحة، عشان البنيان يكون قوي بإذن الله ومتين من البداية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله.